أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك يكون كافرا؟ نعم، لأنه مكذب لله ولرسول. الذي لا يزال يتهم هذا كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، الله برأها. وأيضا متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص الرسول فهو كافر. نعم.